يلقب بخطاف المخازن ويتكاثر في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي. يفضل أن يبني عشه على مبنى واجهته مكشوفة مثل الحظائر والإسطبلات والزرائب. إنه طائر السنون. تحتاج أنثى طائر السنون أكثر من 1200 جولة ذهابا وإيابا لبناء العش، ولا يقوم ذكر طائر السنون ببناء العش أبدا. يفضل طائر السنون أن يعشش بالقرب من الحيوانات الأليفة الكبيرة مثل الماشية والخيول. تقول معلومات أنها تفقس في خين أو ثلاث فراخ كل صيف. ينتشر عصفور الجنة الأحمر العجزي، وهو نوع من طيور السنون بأطراد شمال البحر الأبيض المتوسط. يعود ذكر السنون دائما أولا من الهجرة، ويبدأ بالغناء على أرضه على أمل جذب رفيقته التي تحتاج من أسبوع إلى أسبوعين حتى تصل. يشرب السنون دائما وهو يرفرف قريبا من الماء. وبالرغم أن إناث طائر السنون وذكوره متطابقان إلى حد ما، إلا أن ذيل الأنثى أقصر قليلا وأكثر سمكا. يمكن أن تميز طائر السنون عن غيره من الطيور عن طريق الذيل. توضح معلومات عن طائر السنون أن لون بطنه وصدره وباطن أجنحته أبيض تماما. أما بالنسبة للذيل والأرجل والعيون فهي سوداء. متوسط عمر طائر السنون هو 3 سنوات عندما يعيش في البرية. هناك الكثير من الاعتقادات الشعبية التي تدور حول السنون. على سبيل المثال، إذا رأى أحد أول طائر السنون فإنه يعتبر فألا حسنا. وفي روسيا تكتب الأغاني احتفالا بعودة السنون بعد شتاء طويل وقاس.